بسم الله الرحمن الرحيم. مقام عبد الله السكري. درسنا النهارده هيبقى بسيط خالص، هيبقى تكمله الدرس اللي فات الخاص بالتراجون او بيلود. ازاي اخلي البيلود بتاعي يشتغل باستمراريه في ويندوز او ايا كان، وليكن على ويندوز 7. يعني ايه استمراريه؟ يعني اول ما يفتح الضحيه الويندوز بتاعه او السيستم ويندوز بتاعه، يبدأ يتصل البيلود بتاعي على طول او يتصل تلقائي. في عندنا في الويندوز بتاعتنا او اي ويندوز 7، اذا كانت 8 او 7 او ايا كان ويندوز، في عندنا ستارت اب بروجرامز او برامج بتشتغل تلقائي لوحدها اول ما الويندوز يفتح. طيب ازاي احنا دلوقتي هنستفيد من الموضوع ده؟ دلوقتي وليكن هفتح عندي شاشة تريمنال، تمام، وهدخل عندي xb.exe اللي احنا كونناه في الدرس اللي فات، اللي هو البيلود الموجود عندي دلوقتي. هطلعه دلوقتي على ويندوز، تمام، بس استنى شوية عم يبدأ السيستم يستوعبه، لاني مشغل دلوقتي سيستم تاني اكس بي، تمام. ملو كوبي احسن هنا كده، بعد نضيفه هنا ملو بيست. تمام، واحد واحد بديل شوية معاه. تمام، اتنقل عندنا زي ما شايفين اكس بي. بنقله السيستم هنا، زي ما شايفين اتنقل هنا اهو، تمام. بروح عندي هنا واعمل تصنت بالام اس اف سي ال اي، خدناه المره اللي فاتت، تمام، وابدا ان انا اتصنت. اول حاجه اقول له مالتي، ممكن اكتبها في الهيستوري تطلع احسن. هيستوري موجوده هنا اهي، كوبي، اعمل كنترول في، كنترول شيفت وفي، تمام. هيبدأ دلوقتي يتصنت على طول. طبعا ويندوز ميت روبيتر ريفرس سي بي مالتي هاندلر ونفس الشغل. هروح عندي هنا كده عشان اشرح بس حاجة مهمة اوي. لو ركزت معايا هنا وفتحت الويندوز كده وقمت رايح عندي في الرن، لو كتبت هنا run وقلت له ادخل على المسار الآتي، المسار ده قلت له open، المسار اللي احنا شايفينه قدامنا ده مسار البرامج اللي بتشتغل مجرد ما الويندوز بيفتح.
مايكروسوفت ويندوز ستارت منيو بروجرامز ستارت اب. كنت حاطط هنا بلود من نوع بايثون، كنت بجرب عملية الستارت اب عليه واشتغل عادي مفيش اي مشكلة. هنجرب دلوقتي البلود بتاعنا اللي هو اكس بي دوت اكس اي، وهحطه عندي هنا كده في الفولدر ده، اقول له كونتينيو تمام وبيتحط عندي. طيب ازاي هنقله هنا المنطقة دي؟ والله هقول لك، انت لما تبعت البيلود لأول مرة للضحية، البيلود الضحية شغل البيلود ده صح؟ يعني المفروض ان هو هيشغله. اما شغله تدخل انت على الكوماند بتاع الميتر بريتر وتحط الايه البيلود ده في المسار ده عادي مفيش اي مشكلة. اول دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل له اوبن تمام، بعد كده اشوف قالك فعلا بدأ يتصل بالويندوز. هيفتح هنا شيل الميتر بريتر، واتفتح شيل الميتر بريتر تمام. طيب انا هعمل هنا اكزت تمام عشان اطلع من الميتر بريتر واقفله تمام، واروح اعمل ايه؟ كل اللي اعمله هنا هقوم رايح قايل لي الويندوز من هنا كده اعمل له ريستارت تمام، وخلال الريستارت ده هعمل تصنت تاني واتصنت على البورت 445 واستنى رد البيلود بتاعي اول ما السيستم هو اللي شغله او في عملية الريستارت هو هيشتغل لوحده تمام. طيب نستنى شوية، طبعا هو بيعمل شات داونج وعندي الميتر سبلايت تعمل تصنت دلوقتي على البورت 445. لسه الويندوز تعمل ستارتنج ويندوز، هنا بيعمل انتلايزنج المودولز لسه بيعمل ستارت اب، لازم يحصل ايوه كده الهاندلر، عاوز بس الهاندلر يشتغل قبل ما الويندوز يعمل ستارت. فعلا قالك ستارتنج ذا بايلود هاندلر، والويندوز شغال عندنا دلوقتي بقول لك ستارتنج ويندوز، هنلاقي ان البيلود اشتغل عندنا. طبعا هتلاقي عندك فعلا في لينكس، هتلاقي برضو في ملفات البوت في بعض البروجرامز اللي بتشتغل بسرعة او بتشتغل مجرد ما لينكس يفتح. هتلاقي عندك في ملف خاص بالبروجرام ستارت اب، هتدخل عليه وتعدل عليه بالإديتور وتكتب مسار البرنامج الموجود عندك على سيستم لينكس، وبرضو هتقدر ان انت تشغل البيلود برضو على سيستم لينكس عشان محدش يتكلم يقول ان اداة الارميتاج او الميتاسبلويت ما ينفعش يتم اختراق بها اختراق ثابت. لا اقولك ينفع اختراق بها اختراق ثابت، ما بحركش بتكلم جد. بمعنى الناس بتستخدم برامج زي برامج الرات زي البيرفورست النجرات ونجرات اشهرهم، بيقول لك ان البرنامج ده برنامج اختراق بيستخدمه الهاكر. بس انا عاوز اقولك في المقام الاول ان ميتاسبلويت ده اداه او تول او مشروع، لان كلمه مشروع هو اصح. المشروع ده ميتاسبلويت بروجكت بيضم
ثغرات كتير جدا، تمام؟ وهدفه انه تكتشف الثغرة وتجرب اذا كانت الثغرة موجودة ولا لا وبعدين تقفلها. لكن انك تخترق اختراق تام وتتبع الضحية والكلام ده، ميت اسبلويت ما بتعملوش. لكن انت ممكن تتحايل على السيستم عن طريق ميت اسبلويت عادي، ان تخلي حاجة في السيستم هي اللي تشغلك البيلود بتاعك، مجرد ما السيستم يفتحه كده تقدر تتبع للسيستم عادي خالص، وتفضل السيستم معاك طول ما يفتح البيلود يشتغل ويبعت لك اتصال. او انك تعمل حاجة العكس، انك انت اللي تبرمج البيلود بتاعك وتضيفه في الميت اسبلويت، وتبقى استخدمت الميت اسبلويت وكل الفيتشرز بتاعتها لصالحك، مفيش اي مشكلة. دلوقتي اعتقد ان البيلود هيبدأ يشتغل معايا، لان السيستم فتح دلوقتي والبيلود بيشتغل في البرامج الخاصة بالستارت اب. تعال نشوف كده فتح ولا لا معايا وهقارنه ولا لا. فعلا زي ما احنا شايفين قال لي ميت اوبريتور سيشن 1 اوبند، تمام. دلوقتي هيتفاعل مع السيشن ويكتب لي ميت اوبريتور زي ما احنا شايفين كده. لو كتبت ls هيجيب لي كل الملفات. طبعا هخش على ملفات البوتينج، بيخترق ملفات البوتينج، ملفات الدي ال ال قصدي، خش على ملفات الدي ال ال، تمام، وبيتصل بيها او يجيب لك كل الملفات الخاصه بالدي ال ال. طبعا بيتاخر شويه عم يعمل ls. اعتقد ان الدرس بتاعنا خلص، كان درس بسيط جدا، مش من الدروس اللي هو زي دروس متعودين عليها فيها مفاهيم وشرح وكده، درس بسيط ومش زي ما احنا شايفين جاب دي ال ال كل ملفاتها اهي. كان معاكم عبد الله السكري، اتمنى يكون الدرس عجبكم، شكرا ليكم. ان شاء الله هنقطع شويه عن الدروس عشان امتحانات الميد تيرم الخاصه في الجامعه عندي او في الكليه، تمام، وفي مواد تانية صعبه كده وشغل، تمام. ان شاء الله هوعدكم ان هكمل السلسله وهكمل الدروس اللي وعدتكم بيها والسلاسل الجايه. اتمنى تتفاعلوا مع الدروس اللي فاتت، تمام، مش هغيب كتير، وشكرا لكم.